ادخل. طبعا يا اخويا، اتفضل تعال. ازيك يا حبوب؟ تمام. عامله ايه في الشغل؟ الحمد لله كويسه. والمره ايه، لسه عامله مشاكل ولا تمام؟ لا لا تمام، مفيش اي حاجه بينا دلوقتي، بالعكس دي بقالها فتره كويسه معايا قوي، بس انا بصراحه خلاص قربت افارقها. ايه ده، خلاص نويتي هتروحي للصحافه ولا ايه؟ مش دراستي يا ابو خريست، وبعدين لقيت سكه اهو، ربنا يكرم كده وتكمل على خير. هتكمل ان شاء الله، انت كل ما بتتحطي في حاجه بتبقي قدها، اشكر ربنا يكرمك وهتتبسطي ان شاء الله. ان شاء الله. مش زي ناس راحوا سموا نفسهم ايه مش عارفه ايه، بيستعاروا من اسم جدله. ماله جدله؟ يا سلام، وماله ايه الحكيم يعني، ما انت اسمك سيد جدله والناس كلها بتقولك يا ابو خريست. بص البنت مردت في ثانيه على طول ازاي، وهو الاعلام كده، اسمي علق مع الناس مش اكتر. واللي في القلب في القلب بقى يا اخويا. ماشي يا ام قلب، بس انا بقى مش هعمل كده، انا هفضل رحاب جدله زي ما انا، لان الواحد لما بيعمل حاجه كويسه ومحترمه لازم يخلي اهله يفتخروا بيه. الصلاة على النبي يا حبة، مكلف انت، الكتب برضو فرقت، العلام حلو برضو مش كده؟ طب بصوا بقى انتوا الاثنين، عشان انتوا احلى حاجه في عليك جدل، وانتوا الاثنين ربنا كرمكم وطلعتوا على وش الدنيا، انا عايزكم تخلي بالكم، عشان الدنيا دي زي ما بترسم الضحكه في ثانيه بتقلب وشها في ثانيه من غير ما تاخدوا بالكم. انت قلقان من حاجه يا ابو خريست؟ لا مش قلقان، انتوا ما تخافش عليكم، بس انا قلت اقول لكم على اللي جوايا يعني عشان تاخدوا بالكم.